أهلا بكم من جديد. أدى طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم اليوم امتحان اللغة الإنجليزية. كان طلاب الثانوية العامة المقيدون على النظام القديم وعددهم 25 ألف طالب و 18 ألف طالبة قد بدأوا امتحاناتهم السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية. الامتحانات كانت كلها سهله، من العربي جه سهل والانجليش جه سهل جدا. يعني اللي كان حال السكس براكس اللي في الورك بوك بتاع الوزاره كان حل الامتحان كله. يعني انا عن نفسي حليت الامتحان كله وخارجه في نص الوقت. الامتحان يعني تمام ومش تمام، يعني كان في تكات في اسئله وفي اسئله كانت كويسه الحمد لله.